سلامات سلامات، كيف اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين وين ما كنتم. شايفين الزحمة الكتيرة دي، زحمة العربات دي؟ اليوم ده جنان جنان نهاية السنة، ماشيين على بوكسينج داي. ما هو البوكسينج داي؟ تعالوا اوريكم البوكسينج داي هو شنو. البوكسينج داي ده يوم كده الناس بتستناه بفارغ الصبر في نهاية كل سنة في استراليا، يوم 26 ديسمبر تحديدا بعد الكريسماس بالضبط. ليه اليوم ده فيه هيبة؟ علشان اليوم ده بيكون فيه تخفيضات وعروض خرافية. في ناس بتحوش فلوسها عشان اليوم ده بالمناسبة، عشان تشتري اللي هي عايزاها في نهاية السنة في اليوم ده اللي هو البوكسينج داي. البوكسينج داي بالنسبة لنا نحن كناس عايشة في استراليا، او بالنسبة للاستراليين ونحن عايشين معاهم، عامل زي البلاك فرايداي في امريكا، يوم كده مقدس والناس بتستنى بتهين اليوم دي يجي عشان عارفين انه بيكون في عروض لحاجات كتيرة، عروض ممكن توصل لسبعين في المية. طبعا ما لكل حاجة، حاجات وحاجات. تعالوا اوريكم شكل اليوم ده عامل كيف. بيكون في زحمة عربات، زحمة ناس، زحمة في المحلات عشان الواحد تشتري الحاجة اللي انت عايزها، بتجي في صف. ويعني يوم كده بيكون الحمد لله رب العالمين. anyways عايز اخدكم معايا وحابة ان انا اوريكم اليوم ده شكله عامل كيف، وفي نفس الوقت اشارككم بوكسينج داي. Are you leaving? Okay, great, thanks. Yalla, yalla, yalla. How now, you'll just come behind me this time. Sura. Alhamdulillah. Yes. Check the car parking. Great. Feels good. Dun 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 d